السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيني شباب بنات، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله عندنا المحاضرة الثالثة الخاصة بموضوع الهيستولوجي. الموديول مالتنا هو الهيماتو. المحاضرة الثالثة اليوم هي تعتبر آخر محاضرة تحكي عن الإميون سيستم والليمفويد. المحاضرات اللي بعدها راح يتكلمون عن الدم، فتعتبر هاي المحاضرة هي المحاضرة الأخيرة اللي تحكي لي عن الجهاز الدفاعي بجسم الإنسان. المحاضرة سهلة كلش، يعني حتى أسهل من الجراحة قبلها، وما بيها أي شيء يعني صعب. فعموما نبلش. إحنا عندنا الأوبجكتيفز. شنو هي الأوبجكتيفز؟ يقول لك نمبر 1 ديفاين سبلين، راح نعرف الطحال. اليوم موضوعنا كله عن يحكي عن الطحال، باعتبار أنه هو من أكبر الأعضاء الثانوية الليمفاوية. يعرف الطحال and recognize its role in immune process، وراح نعرف مادة الوظيفة بالعملية المناعية وبالجهاز المناعي بشكل عام. رقم 2 يقول لك describe the structure of spleen، راح نوصف تركيب السبلين الطحال. define spleen define splenic bulbs، راح نعرف اللوب الطحالي او اللوب الطحالي. عندنا احنا نوعين من اللوب، راح نوصلهم بعدين ونحكي عليهم. يقول لك عند سكرايب ذا ستراكشر، راح نحكي عن التركيب مالتهم. رقم 4 يقول لك ديسكاس ذا بلود سيركيليشن اوف سبلين اند كلاسيفاي اتس تايبس، اخر شيء راح نحكي على الدوره الدمويه مال الطحال، وايضا راح نصنف الانواع مال هاي الدوره. زين، هسه نجي على السبلين بشكل عام. بالسبلين ايش عندنا؟ خلينا نبدي. يقول لك السبلين، طبعا هنا راح نبدي التعريف مالته. زين، نبدي من التعريف. يقول is the largest lymphoid organ in the body، تعريف بشكل عام هو من اكبر الاعضاء الليمفاوية في جسم الانسان، من اكبر الاعضاء الليمفاوية في جسم الانسان. انه هو حجم، يعني الحجم مال هذا العضو يكون حتى اكبر من الغدة، غدة الثايموس اللي احنا اخذناها وقلنا على انه هي راح تكون essential او تكون يعني central. صح، هو هذا يعني سكندري، بس ولكن هو راح يكون حجمه اكبر. زين، يقول لك اتس امبورتنت انفلتريشن اوف بلود، راح يكون هذا مهم. وين راح يكون مهم؟ بتصفيه الدم. زين، هاي وظائف ما تصفيه الدم. زين، يقول لك ذا مين سايت فور ديستراكشن اوف اولد اريثروسايتس، الاريثروسايتس اللي هي الريد بلود سيلز. يقول لك اللي هو الموقع الاساسي. زين، اللي راح يختص بعمليه تحطيم كريات الدم الحمراء الميته. اتوقع المعلومه احنا ناخذها يعني قبل، يعني اي واحد هسه ممكن تساله مو شرط هو طالب طب راح يعرف المعلومه، انه المكان مال تحطيم كريات الدم الحمراء القديمه او الاولد، زين، راح يكون هو الطحال. زين، كمان وراها يقول لك the site for production of antibodies and activated lymphocytes. يقول لك هنا شنو؟ انه هو الموقع اللي بيه، هو الموقع مال انتاج الاجسام المضاده. زين، وموقع انتاج الخلايا الليمفاويه اللي تكون اكتيفيتد، يعني تكون مفعله او يعني تكون جاهزه للعمل. هسه شنو هاي؟ تعتبر لحد الان احنا نحكي على الوظائف مال السبلين. زين، هسه صار عندي شنو؟ ثلاث وظائف. الوظيفه الاولى هي هذه، الوظيفه الثانيه هي هذه، الوظيفه الثالثه هي هذه. ما بيهن شيء، سهلات طبعا. ذني يعني ويا التعريف نحفظ، ما يعني كده راح نحفظهم، بس ما راح يجي تعريف، راح يجي مش اسمه MCQ. فبالتالي زين، يقول لك the medial side of the spleen is invaginated as the hilum where arteries and nerve enter and veins leave the organ. يقول لك الجهة، الجانب الوسطي مال الطحال راح يكون invaginated، يعني راح يكون بطمسة او بغمسة معينة. زين، اللي هو يشبه الهيلم. احنا شلون كان عندنا هيلم بالليمفاتيك نود، هنا عندنا اما عنده شنو؟ عنده invagination. واللي هو شنو؟ ليش موجود هو اصلا؟ موجود حتى الارتريز والنيرف تدخل ويطلع من عند الفينز، من العضو اللي هو الدهشاي السبلين. زين، اخر شيء يقول لك it's surrounded by dense connective tissue castle from which trabeculae penetrate the organ. واخر شيء انه هو راح يكون محاط ب غشاء او كبسوله غشائيه من الدنس كونكتيف تشو، من النسيج الرابط المكثيف. زين، ومن خلالها راح يتم اختراق هذا العضو بواسطه الترابيق. زين، يقول لك السبلين بشكل عام
is composite of reticular tissue containing reticular cells and fibers, many lymphocytes, macrophages and antigen presenting cells اللي هو بين قوسين A B C. يقول لك الطحال يعتبر هو اساسا على الكومبوننت مالته. يقول الطحال هو راح يكون متالف من نسيج شبكي يحتوي على شنو؟ يحتوي على خلايا شبكيه ويحتوي على الياف. ايش بيه؟ بخلايا شبكيه، انتبهوا ركزوا عليها، ايش بيه؟ سبلين. يحتوي على خلايا شبكيه ويحتوي على الياف، زين. وش يحتوي بعد؟ يحتوي على العديد من الخلايا اللمفاوية، ويحتوي على الملتهمات بشكل عام، ويحتوي على الخلايا الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي حكينا عليها في ذيك المحاضرة راحت، اللي هي اختصارها الاي بي سي. زين، هذا شنو؟ هذا التركيب العام مال السبلين. هذا شنو التركيب العام مال السبلين؟ هذا كلش مهم، هذا زين، كلش مهم. زين، وراه يقول لك السبلين از كومبوزيت اوف تو كومبوننتس، راح يكون متالف من شغلتين، هاي احنا قلنا راح نحكي عليها بعدين، شغلتين او يتكون يعني من مسألتين. المسألة الاولى والشغلة الاولى اللي هي وايت بولب اللي هو الفص، العفو اللوب الابيض، زين، اللوب الابيض اللي هو كونستيتيوتس او راح هنا راح ياسس حوالي او يكون حوالي 20% من السبلين، زين. وعندي بعد ريد بولب اللي هو كونستيتيوتس ذا ريست اوف ذا سبلين اللي هو راح يشكل لك بقية الطحال. يعني شنو؟ أنا عندي 100%، 20% منها تروح للوايت بولب، زين، والريد بولب راح يكون راح يشكل عندي حوالي يعني تقريبا 80% باعتبار انه بده يقول لك الريست اللي متبقية، النسبة المتبقية. هاي الصورة اللي هي هنا نتوضح لكم شلون العلاقة صار بين الوايت بولب والريد بولب، انه الوايت بولب راح يصير بالنص باعتبار انه النسبة ما راح تكون ضئيلة، فاكيد راح يكون هو كمية اقل، زين، فيكون منتشر او يعني هو ما يكون منتشر هيك بهالصوره. بعدين احنا راح نجيب صوره من جوجل وراح نشرح عليها شلون يكون التنظيم مال الوايت بولب وشلون يكون تنظيم الريد بولب، لانه هو يكون يعني هيك مثل يعني صار يم الحافه كميه، يعني هاي كلها وايت بولب ويجي فوقها الريد بولب هيك، يعني مو بهالصوره قدامكم اللي هو منتشر، زين. هسه كملنا احنا من شنو؟ كملنا من السبلين، حكينا عليه وحكينا عن مكونات مالته والوظائف مالته بشكل عام، وحكينا عن المكونات اللي هم قلنا عليها ومن شنو يتالف بشكل عام اللي هو الوايت بولب والريد بولب. زين، هسه نجي على الوايت بولب. هسه حنحكي على الوايت بولب وراها الريد بولب وتخلص عندي المحاضره، يعني هاي تبقى بس كلينيكال كورليتس، ما بيها اي شيء مهم. هنا عندنا بالوايت بولب شي يقول؟ يقول لك انه الوايت بولب كونسيست اوف لينفو تيشو، راح يكون متالف من نسيج لمفاوي، يعني هذا الوايت بولب مالتك راح يكون بشكل عام راح يكون متالف من نسيج لمفاوي. هذا شيء بديهي، ليش؟ لانه هو السبلين اصلا هو عضو لمفاوي. يقول لك هذا arranged in sheaths around central arterioles، يقول لك انه هذا الأنسجة راح تكون متنظمة وراح تكون مترتبة على شكل أخشية أو على شكل أوراق، زين، حول السنترال أرتريولز، حول منه؟ حول الشرايين الصغيرة المركزية. أنا عندي شرايين صغيرة يسموها يعني سنترال مركزية، أو مو شرط تكون مركزية، هذه تكون محاطة بشنو؟ محاطة بطبقات من النسيج اللمفاوي اللي هي راح تكون مترتبة على شكل أوراق، زين، على شكل اوراق وعلى شكل شبكات. زين، يقول لك اللمفويد سيلز ذات سراوند ذا سنترال ارتريولز ار مينلي، دقيقه هنا يقول لك اللمفويد سيلز، الخلايا اللمفاويه اللي راح تحيط لك الشريان، الشريان الصغير المركزي اللي هو إيه هذا، باعوا هذا هنا، هذا شريان صغير مركزي، لان هو يقول لك ام، هذا شريان صغير مركزي. يقول لك الشغلات اللي تحيط بي، زين، راح تكون شنو هاي الشغلات اللي راح تحيط بي؟ اكو شغلات تحيط بي يعني حتى يكون لك غشاء، احنا مو قلنا راح يحيط غشاء، زين، شنو هذا الغشاء؟ شنو من شنو متكون؟ يقول لك متكون من التي لينفوسايتس ومن الماكروفاجز ومن البلازما سيلز، زين، هاي المكونات مال الغشاء اللي يحيط لك بالسنترال ارتريولز ان ديسبلين، هو المكونات مال الغشاء اللي يحيط لك بالشريان المركزي الصغير الخاص بالعضو اللي هو الطحال، زين. بالتالي هذول الثلاثه ايش راح يكونون؟ راح يكونون
فتشي راح نسميه بالبي اي ال اس اللي هو اختصار للبري ارتريولار لينفويد شيف، اللي هو خلينا نقول عليه ترجمته هو الغشاء اللمفاوي الشرياني الصغير او الغشاء اللمفاوي الخاص بالشريان الصغير. زين، يعني عبارة عن غشاء يحيط لك بهذا اللي هو انا مو اشرح هذا باللون الاسود، اكو شيء يحيطه اللي هو غشاء لابد يعني يحيطه. زين، هذا من شنو متكون الغشاء او هو شو اسمه، هذا اسمه بي اي ال اس. شنو مكونات مادته؟ مكونات مادته هو تي لينفوسايتس ماكروفاجز وبلازما سيلز، هاي مكونات من هذا الغشاء. فيجيك سؤال يقول لك what are the main component of the pre arterial lymphoid sheath، ممكن ما يقول لك بي اي ال اس حتى يسوي لك صعبه، تقول له مكونات هي التي لينفوسايتس البلازما سيلز والماكروفاجز. زين، هسه نكمل وراها الفقره هاي. طبعا احنا اهم شغله عندنا هي هاي مع البي اي ال اس، لانه بعدين راح احنا يعني بعدين راح نحتاج هنا نشوفه مثلا تنذكر لك السالفه هنا، فانت لازم تعرفوها. يقول لك البي سيلز within بولز may be activated by antigens in blood and form lymphoid nodules. يقول لك انه الخلايا من نوع B، احنا اخذناها من نوع B الموجودة داخل هذا الـ BALS. زين، الخلايا اللي موجودة داخل هذا الـ BALS ممكن انه تتفعل بواسطة انتيجينات معينة موجودة بالدم، وممكن انه تشكل لك lymphoid nodules. يعني اني ممكن يكون عندي بال بي اي ال اس ممكن يكون عندي بي سيلز، ايش وقت تتفعل؟ تتفعل لما يجيها انتيجين من الدم. زين، او لما او تتفعل بواسطه انتيجين موجود بالدم، وبالتالي راح يشكل لك شنو، ممكن انه يشكل لك لينفويد نودولز. يعني فنقدر نقول انه من ضمن تركيبات مالته هو البي سيلز، ولكن ايش وقت يعني الا يصير عنده الا يتفعل عفوا الا يتفعل بواسطه في شيء معين او حافز معين اللي هو انتيجين موجود بالدم، يعني مو دائما. ها زين، هسه احنا كملنا من المكونات. هو هنا ما حكى على الوايت بول بشكل عام، هو حكى هنا على الشيء اللي يحيط لك بالشريان مالتك اللي هو بي اي ال اس. زين، عموما هسه نجي على البلوت سيركيليشن اوف سبلين. هسه راح نحكي على الدوره الدمويه مال الطحال. خلينا نشوف والله شكو بالدوره الدمويه مال الطحال. يقول لك بالدوره الدمويه سبلينك artery gives the trabecular arteries which run through trabecula then these arteries enter white pulp and surrounded by pulse to become central arterioles. يقول لك انه الشريان الطحالي راح يتفرع لي الى شرايين، راح نسميها شرايين الترابيق اللي هي شبيهه اللي هي راح تمشي او تتمدد او تمتد. زين، من خلال الترابيق. زين، اللي هي تربيكولا. يقول لك ذين، وبعدين ورا هذا الشيء هذه الشرايين اللي هي تفرعت راح تدخل لك الى اللوب الابيض. زين، اول شيء اول دخله مالتها راح تصير باللوب الابيض. هسه شويه لكم اشوفكم اياها بالصوره، هاي اوضح لها، هاي صوره موجوده هنا بالمنزله. تدخل الى الوايت بولب، وبعدين وراها راح تنحط بالبي اي ال اس اللي احنا قلنا عليه انه هو البيري ارتريولار لينفويد شيث، اللي هو العفو شيث اللي هو راح يحيط لك الشريان بشكل عام، حتى شي يصير لك بالتالي حتى يصير لك سنترال ارتريولز، حتى يصير لك شرايين صغيره تكون مركزيه. وراها يقول لك ذيس ارتريولز ار بوش تو ان اكسنتريك بوزيشن وذين ذا وايت بولب بات ستيل كولد سنترال. يقول لك بعدين راح تمشي الى مكان يعني مجهول او مكان غير معروف. زين، ولكن احنا اول تالي راح نسميها هي سنترال، راح تكون مركزيه. يعني هنا الفكره كلها انه يجيك شريان رئيسي يتفرع لك عن طريق ترابيق ويصير لك شرايين ثانويه داخليه ويحيط بها بي اي ال اس. هاي لحد الان هاي الفكره كلها. يكمل وراها يقول لك inside white bulb central arterioles give capillaries. يقول لك بعدين هذه راح تنطينا شعيرات دمويه، هي مو كانت يعني اورده دمويه، راح تنطينا شعيرات دمويه العفو شرايين دمويه صغيره، راح تنطيني شنو تنطيني؟ تنطيني شعيرات دمويه. زين، after leaving white bulb central arterioles branches as benicellular arterioles in the red bulb then ends as capillaries. يقول لك وبعدين ورا ما تفرعت راح تدخل لك او راح تتفرع لك هذه الشريانه الصغيره، وين راح تتفرع؟ راح تتفرع وتدخل بالريد بولب اللي هو اللوب الاحمر، وبعدين راح تنتهي على هيئه كابيلاريز اللي هي شعيرات دمويه.
هاي الفكرة كلها من هاي السيركوليشن. زين هسه نجي على الريد بول. بشوي ريد بول يقول لك كومبوزيت اوف راح يكون متألف من الشغلات الآتية، رقم واحد ورقم اثنين. خلينا نشوف والله شدنا الشغلات اللي يتألف منها الريد بول. اول شيء سبلينيك كوردز اللي هو بين قوسين بيلي روث او بيل روث العفو. السبلينيك كوردز اللي هي الحبال الطحالية او نقدر نقول بين قوسين مال منو مال بيل روث اتوقع يعني هذا اسم. يقول لك consist of reticular fibers and cells, TB lymphocytes, macrophages, leukocytes and RBC. يقول لك راح تتألف من reticular fibers اللي هي الألياف الشبكية and cells وخلايا TB lymphocytes. راح تتألف أيضا من خلايا لمفاوية من نوع T و B, macrophages منتهمات, leukocytes اللي هي the white blood cells وred blood cells. يقول لك these cords are separated from each other by الشغلة الثانية. يعني الشغلة الأولى راح تكون مفصولة عن بعضها البعض بواسطة الشغلة الثانية. الشغلة الثانية اللي هي شنو؟ اللي هي سبلينيك سينسويد. اللي هي سبلينيك سينسويد اللي هي الجيوب الطحالية. إيش بيها السبلينيك سينسويد؟ يقول لك irregular spaces lined by elongated endothelial cells اللي هي stiff cells. يعني هنا شنو يقول لك؟ هي عبارة عن مساحات او فراغات تكون غير منتظمة راح تكون مبطنة بواسطة خلايا مبطنة elongated تكون طويلة طويلة زين او متطاولة اللي هي بين قوسين نسميها بالستيف سيلز يعني هاي اسمها زين. which are oriented parallel to the blood flow اللي راح تكون موجهة على بشكل يعني سوى يعني parallel يعني هنا قصدي بيها مو موازي يعني واحد بصف الاخ المن للبلود فلو اللي هو السريان مال الدم زين او اتجاه سريان الدم زين. with discontinuous basal lamina اللي هي راح يكون عندها discontinuous اللي هو ما راح يكون ممتد. basal lamina اللي هي البيسل معناها القاعدي واللامينا معناها الصفيحة. فتكون لك هنا البيسل لامينا احنا اخذناها بالكورس الاول اللي هي الصفيحة القاعدية. يقول لك هنا الصفيحة القاعدية ما راح تكون ممتدة زين. ويكمل لك وراها supported by reticular tissue. يقول لك هاي الصفيحة اللي هي بيسل لامينا راح تكون supported راح تكون مدعومة بواسطة الريتيكولر tissue اللي هو النسيج الشبكي. هذا كل شيء يتعلق ويخص الريد بولب. فقلنا الريد بولب راح يكون متألفة من شنو؟ راح تكون متألفة من سبلينيك كوردز اللي هي بين قوسين بيل روث والشغلة الثانية اللي هو سبلينيك سينسويتس اللي هي جيوب الطحالية. زين هسه نجي على الفقرة الأخيرة اللي هي بلود فلو ثرو ريد بولب. بالمناسبة عندنا أساكو خلينا نشوف فت صورة حتى توضح لي الريد بولب والوايت بولب بيها نشوفه ونجي نكمل البلود فلو مالتنا. يعني شوفوا هاي الصورة بقى هنا عندنا الارتر وهنا عندنا الفين راح يدخل لك السبلين زين من المنطقة اللي هي يصير بيها مثل الانغماس اللي احنا قلنا راح تشبه شنو؟ راح تشبه الهيلم اللي هي تكون موجودة بالليمفاتيك نود زين. هنا عندنا الفين هنا عندي الارتري. الارتري احنا شوفنا بي اول ما يدخل باعه هاي منطقة هنا البيضة اللي هي دخل لها زين. دقيقة خليني نستخدم هذا هذا اللي هنا هذا شنو احب اشر هي جاني خلي اكملها اي هذا الوايت بولب زين. هاي اول دخله مال الشريان دخل هيك بعد شلون قام يتفرع احنا حكينا هواي على التفرع راح يطبي منه يطبي هذا الغشاء الليمفاوي زين. هذا شنو هذا كله؟ هذا كله وايت بولب زين. يجي وراه شنو؟ يجي فوقه اللي هو الريد بولب. زين وهاي هي رحم الله والديكم خلصت لها. بس هنا توضح انه هو اول ما يدخل اللي راح يدخل لك او مو شرط او ما يدخل احنا اللي نوضح هنا هو اول ما يدخل اي اول ما يدخل على الوايت بول. بس هنا اللي نوضح العملية التناسق والتناغم اللي يصير بين الوايت بول والريد بول هي شنو؟ هي انه كتله بالنص وكتله خارج تحيط بها. هذا هو كل اللي اريده اوصله اني حاليا. احنا خلصنا من كل شيء يخص السبلين والعملية السيركوليشن مالته. زين هسه نرجع هنا على عندنا البلود فلو ثرو الريد بولب.
blood flow through the red bulb اللي هو سريان الدم خلال red bulb اللي هو اللب الأحمر. إيش عندنا يقول لك راح تكون على two ways. شنو هاي two ways؟ أول شيء هاي رقم واحد وهاي رقم اثنين. زين رقم واحد أول way شنو الطريقة الأولى؟ الطريق الأول أو هو close circulation اللي هو راح يكون عندي الدورة راح تكون مغلقة. وثاني واحد اللي هو open circulation. The close circulation يقول لك the capillaries from venicellar arterioles connect directly to sphincoids and the blood always enclosed by endothelium. هنا واضح يقول لك انه الاشعاعات الدموية اللي جايتني من الاوردة الدموية عفوا الشرايين الدموية راح ترتبط بشكل مباشر الى الجيوب وبالتالي البلود يعني دائما راح يكون هو مغلق وما راح يقدر يطلع. زين هاي اول وي اللي هو يكون مغلق. الطريقه الثانيه اللي راح يكون مفتوح يقول لك انه الكابيلاريز الاشعاعات الدمويه from venicellar arterioles are open ended راح تكون ذات نهايه مفتوحه يعني ما لها حد معين وتخلص. زين pouring blood into the stroma of the splenic cords. زين البورينج اللي هو قصد بيها انه راح تنطينا او راح تضخ الدم الى داخل الستروما اللي هو السدى مال السبلينيك كورتس اللي هي الحبال الطحالية. زين يقول لك then blood re-enter vessels by passing it to between endothelial stiff cells of the sphincoids. يقول لك بعدين راح يرجع الدم يدخل الى هاي الاوعية من جديد. زين هنا فقرة مهمة شنو انه الـ human circulation is one is of open type. الدورة الدموية عند الانسان راح تكون من نوع ثاني اللي هو شنو راح يكون نوع المفتوح يعني بشكل عام. زين الفقرة الاخيرة موجودة بهاي هنا يقول لك انه from sphincoids blood is collected by red bulb veins which converge as trabecular veins which will form splenic vein. ها هاي النهاية اللي هو splenic vein ورا ما يريد يعني ورا ما كملت فرق الدم راح يطلع من خلالها يطلع خارج الطحال. يقول لك انه من الجيوب الدم راح يجمع. زين احنا قلنا راح تكون ماكو نهاية فراح يجمع الدم العفو بواسطة منه بواسطة الوريد مال اللب الأحمر اللي هو راح يظهر على انه هو يعني يظهر على انه هو وريد ترابيقي او وريد تربيقي او وريد معين. زين اللي هي شبيهة اللي راح تشكل لك بالتالي زين العفو فينز الترابيق العفو اوردة ترابيقية اوردة ترابيقية. زين اللي يشبهها راح تتجمع وتكون لك بالنهاية السبلينك فين. شون بالبداية اول ما دخل الشريان عندنا هما تدخل شيء رئيسي بعدين تفرع. هنا هما تتفرع راح تتجمع ويطلع لك شيء رئيسي وبهالتالي بهالحالة احنا يعني خلصنا البلود فلو ثرو ذي ريد بول. بقتنا اخر شيء اللي هو كلينيكال كوريليتس وعندنا هذا الجدول اللي هو بالنهاية. خلينا نشوف هنا شنو عندنا الامراض اللي تخص هذا الموضوع. هنا عندنا بال clinical correlates عندنا شغله واحده راح نحكي عليها اللي هي شنو اللي هي splenomegaly بين قوسين large spleen. splenomegaly اللي هو تضخم الكبد او بين قوسين large spleen اللي هو الكبد المتضخم مثل ما تشوفون بصوره هذا الطفل. زين is caused by هذا راح يسبب شنو او شنو الشيء اللي يسببه اول شيء ممكن انه يكون لنفوما اللي هو التهاب العقد اللمفاويه. ممكن انه يصير بي اني malignancy اللي هنا قصده بيها من اي ضرر معين. زين infection ممكن انه تكون عدوى مثل شنو مثل mononucleosis اتوقع هنا قصده فيها ارتفاع عدد كريات الدم الحمراء اتوقع ال RBC ما متأكد يعني هنا العدوى مثل المونونيكليوسيز اتوقع ارتفاع عدد كريات الدم الحمراء. زين او ممكن يكون انيميا. زين ممكن يكون انيميا اللي هو مثل شنو مثل سيكل سيل انيميا اللي هو فقر الدم المنجلي هاي ما احنا ماخذيها قبل سيكل سيل انيميا. هاي كلها شغلات ممكن تسبب لك شو سبب لك سبب لك اللارج سبلين او ممكن نطلق عليها سبلينوميغالي. هنا أنا يقول لك اللارج سبلين is label زين for traumatic rupture
is labeled for traumatic rupture which causes internal bleeding. يعني هنا قصده انه الكبد شو اسمه العفو الطحال المتضخم راح يكون هو liable or نقول responsible for راح يكون مسؤول عن شنو؟ عن traumatic rupture اللي هو التمزق. هنا traumatic rupture تجي يعني بمعنى تمزق مؤلم زين اللي ممكن انه يسبب لك internal bleeding اللي هو نزف داخلي. يعني ممكن انه هذا التضخم الكبير هو يعني مو تضخم طبيعي فبالتالي ممكن انه يسبب لك الم زين الم او تمزق مؤلم زين اللي هو traumatic rupture بالتالي راح يصير عندك internal bleeding اللي هو نزف داخلي زين. يقول لك it should be treated by شنو اكيد يعني هو راح يكون العلاج مالته سبلينوكتومي. سبلينوكتومي احنا النهايه مال الاكتومي احنا ماخذيها فسبلين نقول واكتومي اللي هو عمليه استئصال هذا السبلين الطحال زين. فيشوفون هنا مثل ما موجود بالصوره ياخذ جزء زين هنا نورمال هنا اللي هي صار بيها سبلينوميغالي شلون شو يسوي ذا ياخذ جزء من عنده مثلا يقص ايها طرف يقص ايها الجهه كلها يقصه ويبقى إيه هذا زين. هاي هي العملية سبلينوكتومي أتوقع لا سبلينوكتومي قصد بيها هنا هو استئصال كامل يمكن مو استئصال جزء معين إيه صح أتوقع هنا استئصال كامل زين. السبلينوكتومي هنا مو قصد يعني مو أنه أخذ أقص جزء من عنده أو جزء متضرر كما هو الحال مثلا الكبد هيك يسوله هنا لا اتوقع كله يشيلوا العضو اي صح سبلينوكتومي ناقص بيها انه العضو كله راح ينشال زين. هسه احنا كملنا من كلينيكال كورليت بقى لي هذا الجدول اللي هو راح يسوي لك مقارنه بين الاعضاء العامه زين راح يقارن لك بين منو بين منو راح يقارن لك بين الثايمس بين المالت زين بين الليمف نودز زين بعد بين راح يقارن لك وراح يقارن لك اخر شيء بال سبلين. هاي اخر شغله راح يقارن لك بيها اللي هي السبلين زين. هسه خلينا نشوف بشرح شلون دي يقارن هو وش دي يسوي بهذا الجدول زين. هنا حيقارن هو على اساس شنو ده احنا راح نقارن ذني شغلات الواحد 2 3 4 بالكورتكس والميدولا واللمفويد نودولز واللمفاتيك فيزلز واليونيك فيتشرز. فكل واحد حنشوف ذني عنده لو ما عنده. مثلا الثايمس كورتكس وميدولا distinctly present راح تكون موجودة بشكل واضح وبشكل صريح وبشكل علني زين. المالت ما عندها راح ما راح يكون عندها كورتكس ولا ميدولا هذا ما راح يكون عنده هذا ما راح يكون عنده. الليمفويد نودولز هذا ما راح يكون عنده هذا راح يكون عنده هذا راح يكون عنده ولكن بالكورتكس فقط اللي هي القشره العفو وهذا راح يكون عنده ولكن بالوايت بولب فقط اللي هو بال اللوب الابيض زين. الليمفاتيك فيزلز العفو الليمفويد نودولز ها حكينا عليها. الليمفاتيك فيزلز يقول لك نو افيرنت فيو افيرنت ان سيتا زين اني ما راح يكون اكو وارد راح يكون اكو صادر بالسيتا او السبتا اللي قلت لكم ما اعرف شنو هاي شلون بالضبط اتوقع بيمة تنقريه اللي هو الحاجز. انا طبعا احنا كنا شرحناها بالتفاصيل بالمحاضره راحت زين والمحاضره قبلها همات نو افرنت ولكن افرنت بريزنت ما راح يكون اكو وارد ولكن راح يكون اكو صادر وهذا الليمف نوتس يقول لك انه الافرنت ات كابسول امتينج انتو سب كابسولار ساينس والافرنت ات هيلم. الامتينج نقدر نقول ممكن بورينج اللي هو راح يفرغ وين راح يفرغ بالسب كابسولار ساينس اللي هو الجيب اللي راح يكون يشبه الكبسوله وشنو والافرنت مات اللي هو صادر راح يكون بالهيلم اللي هو احنا حكينا عليه اللي هي طمسه راح تصير زين. اخر وحده بالنسبه لهذا اللي هو السبلين يقول لك نو افرنت والافرنت انتربيكولا ما راح يكون اكو افرنت ولكن راح يكون افرنت هو موجود بالتربيكولا زين. اخر وحده اللي هي اليونيك فيتشرز الشغلات الغريبه او الشغلات الفريده من نوعها الموجوده بكل واحد من هذول شنو مثلا عندك انت بالثايمس احنا حكينا عن شغلات معينه كانت غريبه مثل الهازل كاربوسول احنا حكينا عليها وقلت لكم شنو هذه اللي هي الثايمك نقدر نقول عليها ثايمك زين وين موجوده بالميدولا زين epithelial reticular cells in cortex and medulla هاي شغلات فريده تعتبر من نوعها او تعتبر يونيك فيتشرز بالنسبه للثايمس زين. بالنسبه للمولت ايش عندي يقول لك الكريبت لايند باي سيرفيس ميوكوسا اند تونسلز
هاي احنا خدناها شنو الكريبتو حكيكم عليها. ابيثيليال ام سيلز خلايا ام اللي احنا حكينا عليها كانت بنهاية المحاضرة الاولى اتوقع زين ودقيقة الاولى والثانية والله نسيت وين كانت بس احنا الام سيلز حكينا عليها قلت لكم انه هي اكو السطح القمي راح يصير بي شي وسطح السطح الجواني راح يكون بي جيوب وتاخذ وتنطي المهم احنا حكيناها بالتفصيل هاي شغلات توقع بالمحاضرة الاولى زين ان ميوكوسا اوفر بير باتشز بير باتشز هم تحكينا عليها وقلنا لكم موجوده اللي هي تكون موجوده بالمنطقه الالك اللي هي خاصه بالسمول انتستين اللي رايحه على لارج انتستين زين زين وهاي المنطقه كانت اللي هي اسمها اليوم قلت لكم اني راح تروح على السمول على لارج انتستين اللي بيها هاي الباتشز زين بقالي الليمف نودز ايش عندي هنا يقول لك ثم باراكورتيكال ريجين بين الكورتكس والميدولا وذ هاي اندوثيليال فينيولز اللي هي الاتش اي بي حكينا عليها بوقت المحاضره الثانيه ميدولار كورتس اند ساينس هاي ما بيها شيء يعني كلها موجوده اخذناها وقت لي اخر شغله بالسبلين اللي هو شنو نقول لك الماينر وايت بولب كومبوننت والسنترال ارتيريولز ميجر ريد بولب كومبوننت وذ ماني سينسويدز سنسويتس يقول لك الماينور وايت بولب كومبوننت مكونات اللب الابيض مع الشرايين الصغيره المركزيه زين وعندي المكونات من اللب الاحمر كبيره مع شنو مع العديد من الجيوب اللي هو السينوسويتس with many sinusoids العفو اللي هي الجيوب بشكل عام ونكون هنا خلصنا هذا الجدول وخلصت المحاضرة مالتنا وخلصنا حتى الاميون سيستم واللينفويد اورجنز ان شاء الله تكون واضحة اي واحد عنده سؤال او عنده استفسار يقدر يزدي على الجروب مالتنا او حتى على التعليقات مال اليوتيوب اشوفكم خير ومع السلامة